ينضم إلينا من أمام البرلمان البريطاني مراسل بي بي سي عصام عكرماوي. عصام، ما الذي يحدث داخل البرلمان الآن جديد المفاوضات؟ كما ذكرت، أنهى بوريس جونسون كلمته الافتتاحية في جلسة اليوم. هذه الجلسة غير عادية، تعقد لأول مرة في عطلة نهاية الأسبوع منذ حرب الفوكلاند عام 1982، بسبب حساسية وأيضا بسبب الوقت، لأنه لا يفصلنا الكثير عن 31 من شهر تشرين أول أكتوبر الجاري، وهو الموعد الذي حدد لخروج بريطانيا. بوريس جونسون عاد بهذا الاتفاق، طرحه على مجلس العموم اليوم، وطلب من النواب، سواء من نواب المحافظين أو من نواب المعارضة، التصويت عليه. طبعا هناك معارضة لهذا الاتفاق، سواء في حزب المحافظين أو في الأحزاب المعارضة الأخرى، لكن جونسون تحدث في كلمته عن أن هذا الاتفاق لا الاتفاق النهائي ولا يوجد بديل آخر عنه، وقال أن يعني أنه يحبذ أن يكون الخروج باتفاق، لأن البرلمان ألزم الحكومة البريطانية بأن يكون هناك اتفاق. تحدث عن مزايا هذا الاتفاق كما يراها هو، لكن هناك نوع من الشك في هذه العملية، لأنه جونسون لم يطلع البرلمان على تفاصيل هذا الاتفاق. هناك مشاريع، يعني هناك قوانين يجب أن تسن حول الخروج، لكنه استعجل بعرض الاتفاق على المجلس العموم قبل أن يتم بحث هذه التفاصيل، وهو ما يثير الشك لدى عدد من أعضاء البرلمان، منهم أعضاء في حزب المحافظين مثل السير أوليفر ليتوين، الذي تقدم بمشروع تعديل على هذا الاتفاق، لأنه يريد أن يطمئن أن يكون هناك التزام بالآليات تمرير القوانين بعد التصويت على هذا القانون. إذن انتهينا من الجولة، المرحلة الأولى وهي إلقاء الكلمات. الآن على رئيس البرلمان جون بيركو أن يقرر متى سيتم التصويت على الاقتراح المعدل الذي تقدم به جون بيركو، لأنه سيغير الأمور إذا ما تم فعلا إقراره. هنا ستكون مشكلة أمام بوريس جونسون، الذي قد يسحب مشروع قراره وينتظر حتى الأسبوع المقبل. طيب عصام، في المحيط أيضا تظاهرة كبيرة تطالب باستفتاء ثان، يعني حسب تصريحات مسؤولين بريطانيين مرات عدة في السابق، هذا أمر مستحيل. هل لا زال هذا هو الموقف؟ يعني هذه ليست أول مظاهرة كبيرة تجري تطالب باستفتاء ثان، كان هناك مطالبات حول هذا الموضوع، لكن هناك أيضا يعني معارضة، هناك المعارضة تقول أن عقد استفتاء ثاني يقوض النظام الديمقراطي في بريطانيا. لاحظنا اليوم أن رئيسة الوزراء السابقة تيريزا مي ألقت كلمة مطولة إلى حد ما، قالت أنه لا حاجة لاستفتاء ثاني، وأن علينا أن نلتزم بقرار الناخبين الذين صوتوا لصالح الخروج عام 2016. إذن من غير الواضح فيما إذا كان فعلا سيتم تنظيم استفتاء ثاني. هناك مطالب بأن يكون هناك استفتاء على اتفاق الخروج، لكن من المبكر لأوانه الحكم فيما إذا كان هذا الاستفتاء سيمضي قدما. طيب، قلت أن جون بيركو هو من سيحدد موعد التصويت، هل نعلم تقريبا متى سيتم التصويت على التعديل الوحيد المقترح على هذا الاتفاق؟ قد يتم خلال الساعة المقبلة حمدان، لأنه هناك هذا المشروع تقدم به لتوين صباح اليوم، ورئيس مجلس النواب هو من يقرر. كان هناك أكثر من اقتراح تعديلي، رئيس مجلس النواب اختار اقتراحين منهما، وسيتم التصويت على اقتراح لتوين في البداية، وهو الاقتراح الأكثر، لأنه الأكبر، لأنه يلقى تأييد في مختلف الأحزاب. يعني هناك من الحزب العمال ومن الأحزاب الأخرى التي تؤيد هذا الاقتراح، لذلك سيتم التركيز عليه في هذه المرحلة. شكرا لك من أمام البرلمان في وسط لندن، مراسل بي بي سي عصام عكرماوي، شكرا لك.